تفضل. أسف على التأخير سيدي الجنرال. سيادة العميد، شو صار؟ لقطوا شي ولا لسه؟ حالياً كل شي ماشي حسب الخطة سيدي. منيح. كران لك. سيدي الجنرال. ابني نحن بعتناك بمهمة من شان تساعد البدو مو أكثر، بس لقط قرش كبير بنص الصحراء وجبته معك لهون. برافو عليك. أنت بطل. أقل من الواجب سيدي. إيه، تومريس. هالقرش بدي تكسروا لي راسه. نحن رح نحاول سيدي، بس يمكن لازم نحاول أكثر من مرة. هذا اللي عم يخطر ببالي سيادة العميد. خصم عنيد أكثر ما منتوقع. اطلعوا لي عليه. الواطي. بكل الأحوال. بالتوفيق يا عميد. شكراً لك سيدي. كران لك. أوامرك سيدي. شو عملتوا لما رحتوا لهنيك؟ قال لي كل شيء صار بالتفصيل الممل. بدي أعرف كل شيء عملتوه. مفهوم سيدي الجنرال. شرف. تشرب شاي؟ حاجتك بقى. نحن مو جزء من هذا الفريق. شو قصوا هذا اليوم؟ ليش هيك عم بينقص عيب عليك احترم حالك؟ وبينطمس كمان؟ خلص عم نمزح. استاهل! مجموعة أوغوز جاهزة ومعها ضابط وعنصرين من المنظمات وعنصرين قوات خاصة. شكراً يا ملازم. سيدي! استريحوا. فرقة أوغوز، نحن رجعنا من مهمتنا مبارح، لهيك رح نعمل تدريب خفيف اليوم. 30 دورة حوالين ميدان التدريب وبعدين تمارين التسلق. شو رأيك يا ملازم إيرجان؟ مثل ما بدك سيدي النقيب. ممتاز. فرقة أوغوز باتجاه التدريب، نفذ! لليسار دور. تعرفوا الحمد لله اللي عم نعمل تدريب خفيف، والله من غير شيء انا هلكان. كوران لا تدور على المشاكل، ايه؟ استمتع بيومك وبس. لك انت من كل عقلك عم تحكيها تيمور؟ فكر انه كوران بيقدر يسكت؟ ها؟ اركض كوران اركض. حاضر سيدي الملازم. يسار، تعرف شو بيقول المثل عن هالموقف؟ ايه طبعا سيدي، أنا بعرف المثل المناسب لك الموقف مناسب. يا شار قول شي مثل، يلا، معنا وقت منيح، هنن 30 دورة. المثل بيقول عصفور بالإيد أحسن من 10 على الشجرة سيدي القائد. برافو عليك يا شار، بس كأنك صار عم تخبص بالحكي. إيه هذا اللي طلع معي. إيه معه حق سيدي، معه حق، بس نحن هيك هيك سهرانين تحت الشجرة سيد يا شار، ولا شكلك نسيت الوضع. برافو يا شار، برافو عليك. يسلموا إيديكي. رفيقك ناطرك، نهارك سعيد. أنفك. وإنتي عيونيك حلوين كتير. حبيتهم أنا. في شي على أنفك، شوكولا غالباً. شكراً كتير إليك. أوكان. نعم سيدي النقيب. صاير معك شي؟ لا لا كتير منيح سيدي. عسكري. حاضر سيدي النقيب. شو عم يصير معك؟ جاوب. مهلبية سيدي النقيب. مهلبية شو يا بني آدم؟ أسف سيدي النقيب. خمس ثواني بس معك لتلحق رفقاتك، ولا رح تعمل 60 وحدة ضغط. حاضر سيدي. ارقد. قال مهلبية قال. ارقد. هات لنشوف. على الأقل اطلبوا لي قهوة لحتى صحصح شوي. صح حضرة العميد؟ ولا في شي تاني بارد مثلا؟ لا. هي ماشي الحال. أنا ما عندي أي شي أقدم لك إياه وما فيني ساعدك بنوب. أنا بكل الأحوال ما عندي وقت. يعني بفهم منك أنت العميد التركية المشهورة؟ ما سبق وتقابلنا من قبل، بس كمان في مثل بيقول
إذا طولت بالك ونطرت جنب النهر كل يوم. لي؟ ما بظن إنه هاد اسمك الحقيقي ما؟ هذا الاسم عملي كتير وأنا بفضل استعمله على طول. شو كأنه ما عجبك؟ طيب أنت شو اسمك؟ شو بدك تخبرنا يا لي؟ أنا؟ إيه أنت؟ شو بدي خبرك؟ أنا كنت بمشوار مع رفقاتي وقت جنودك إجوا هجموا علي وعلى رفقاتي بالأول كمان، وبعدين هن جابوني. ليك خلينا نبسط الأمور شوي، تمام؟ أنت شو عرفك إنه مجموعتي موجودة هنيك؟ مين اللي خبرك عنهم وعن موقعهم؟ لصالح مين بتشتغل ومع مين بتشتغل؟ هي الشغلات اللي بدي أعرفها منك. ممكن تتفضل؟ يا عميد أنت ضابط غر كتير. لا عن جد بدك يعني خبرك كل شيء مو هيك؟ ماشي. طيب حطي ببالك هالمعلومة يا حضرة العميد، الأتراك بيعرفوا كيف يقاتلوا كتير منيح. رجالك وجنودك كلياتهم ما بيعرفوا شي غير صوت السلاح تبعهم، بس بحياتهم ما رح يعرفوا شو صاير حواليهم بالمرة، وبحياتهم ما عرفوا أساساً. اسمعيني يا حضرة الضابط، أنتوا ما رح تقدروا تعرفوا أي معلومة مني، بس كلكن رح تعرفوا شي واحد وبس. لازم تنسوا عشقكن للعالم التركي لو شو ما صار، وتذكروا كل ما خطيتوا خطوة باتجاه آسيا الوسطى فأنا بأكد لك حتنكسر رجلكن وقتها. وصدقيني انسوا تركستان لو سمحتي. بدك معلومات حضرة العميد؟ طيب اسمعيني منيح لكن. تنسوا الاتحاد التركي. ايه طيب. انت معك حق بشي واحد الصراحة. نحن يعني كجنود ما منعرف شي عن السياسة والأخذ والعطا الناعم، ماشي؟ بس في شغلة واحدة بدي أقلك ياها. أنت بين إيدي أنا هلأ، وما عندك مكان تاني تهرب عليه بنوم. ليش لا؟ أنا حبستك يا كلب، أنت ملكي هلأ، عم تفهم؟ إذا مفكر إني رح ألعب معك ألعيبك الغبية فبتكون غلطان كتير وقتها. هذا مو أسلوبي. بس بتعرف شو رح أعمل فيك؟ قلي لشوف، بتعرف؟ راجع لعندك بعد شوي ورح أكسر كرسي فوق راسك على كل سؤال ما بتجاوبني عليه، فهمان؟ جاوبني، عم تفهم؟ آه؟ مو أنت حابب نلعب سوا؟ أنا بحب ألعب كمان، بس بالأخير رح تلعب على طريقتي، فهمان ولا لا؟ بس مو مشكلة لأنك ما حتطول بين إيدي. في مثل تركي بتعرف شو بيقول؟ هذا المثل بيقول العصاية من الجنة، وأنا رح أورجيك الجنة يا سيد لي. قدي صار لك فايق هاد لنشوف؟ شي يومين أو أكتر من يومين. يعني صرت أزكى هلأ؟ شوفي يا عميد، أنا رح أتعاون معك. هذا هو الحكي. إيه بس أنا ما بعرف كتير عنهن. بعرف إنك بتعرف، فهمت؟ لي؟ الله يلعنها. شو بدك تقلي اليوم لي؟ صدقني إنك رح ترتاح كتير أول ما تبلش تحكي. طيب شو رأيك تكتب كل شي؟
ايه مثل ما بدك. عسكري حاضر سيد العميد. جيب له ورقة وقلم واصحك تخليه ينام ولا لحظة. تمام بأمرك سيد العميد. يا عميد قديش الساعة معك؟ الساعة؟ الساعة هلا 4:47 دقيقة بالضبط، وقت ممتاز لتنام الصراحة ومشان تكتب كمان. تمام يلا يا شاطر. هنن متحمسين ومعنوياتهم عالية سيدي، ما في داعي لإجراءات أكتر من هيك بنوم. ايه تمام. وكران لك كيفه هلأ؟ كران لك خسر أخوه سيدي الجنرال بسبب الفخ يلي نصبوها الوسخين، ولسه بده وقت ليرتاح. وشو أخبار التحقيق؟ في نتائج من لي ولا لسه؟ ما توقعنا كتير من أول استجواب سيدي، بس رح نحاول مرة تانية أكيد. ما عنا وقت وانتي بتعرفي هالشي مني. حاضر سيدي. ايه سمعت انك كسرتي الكرسي على راسه صح؟ يعني سيدي انا لا تأتي توم ريس، بدي النتائج من هالتحقيق ونتائج مكتوبة. حاضر سيدي الجنرال. راسه ما بيهمني حتى لو تكسر، بيهمني الكرسي اللي انكسر. هذا ملك للجيش وللحكومة، وانتي خربتي ملكية عامة بهالتصرف، والحكومة رح تغرمك بحق الكرسي. خلي هالشي ببالك. أهلا وسهلا أستاذ. تفضل. شكرا. شو بتحب تاخذ؟ جيب لي أي شيء بينشرب عندك لو سمحت. تمام، شو بتحب مقبلات؟ غالي مزاجي مانو رايق ابنه. جيب لي أي شيء بدك يا أي شيء عندك، ما عندي أي مشكلة. تمام وشكراً إلك. بلا أسئلة. تكرم أستاذ. ما في داعي حضرة النقل. بترجاك. لو سمحت عود. انت مين؟ وشو بدك؟ انت عم تقاتل بمعركتك وأنا بمعركتي. اسمعي وليك، المطعم معبى مدنيين. خلينا نطلع لبرا بهدوء، شو رأيك بهالحكي؟ بتسلمي حالك للشرطة وأنا بساعدك، ها؟
الشرطة ما رح تجي. على فكرة إذا حابة إني أوصك هون ما عندي مانع بأوصك مثل رجلي. هداك العنصر شو كان اسمه؟ يلي عنده بنت تيمور؟ ايه هو أخذ بنته على السينما على العرض الساعة 7 فيلم النملة المجرمة. هو فيلم كرتون بظن إنه حلو، بتمنى إنك تشوفه. شو عملتي فيهن وليك؟ ولا شي، ما عملت شي. بس إذا أنت عملت لي شي هون نفس الشي رح يصير لهم هونيك. مو مصدقني؟ اتصل فيه حضرة النقيب. يلا اتصل. يلا 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 حبيبتي، أنا رايح شوي وراجع ما بطول. أوكي عفواً عفواً. سيدي نقيب. تيمور وينك أنت؟ أنا أخذت بنتي على السينما سيدي. في شي؟ ألو سيدي، شو في؟ رح نطلع بمهمة؟ برأيي لا تقطع مشوار حلو لأب وبنته. أنا بس بدي إياك تسمعني كم دقيقة ورح أمشي، مو أكتر من هيك. ألو سيدي نقيب؟ لا لا تيمور، ما في شي مهم أبدا. اتصلت لحتى أقول لك انبسط أنت وبنتك وبوس لي إياها. أعلم سيدي النقيب. آسف. ييه شو راح علي حبيبتي؟ احكي لي كل شي. عم بسمعك. الأتراك القشقاي السبعة اللي انخطفوا من إيران شبههم راح ياخدوهن لعند بهرام سابو. قلتي لي بهرام سابو؟ بظن إنه أنت بدك راس بهرام سابو غالباً، مو هيك؟ هو اللي قتل أخوك مزبوط؟ اسمعي، أنا الأخذ والعطا ما كتير بحبه، عم تفهمي علي ما؟ قليلي شو المطلوب؟ اسمع، إذا بعتوك يا نقيب باتور يلي قتل أخوك رح يكون موجود هونيك، وإذا ما بعتوك بيأسفني إلك إنه المسؤولين عنك قاصدين يبعدوك عن النار، وعلى الحالتين هي معركتك. شو المعلومات اللي عندك؟ لازم تلحق نيكولا إذا بدك تمسك هداك الواطي، هو الوحيد اللي رح يوصلك. وحضرتك كيف عرفتي كل هالمعلومات؟ ما سألتني شو بدي يا نقيب. كم مرة سألتك شو بدك من لما أجيتي لهون؟ سألتك شو المطلوب؟ المطلوب لي ساعدني لأخده. رح تعطيني جردون صغير لكان وتاخدي محله الكلب الكبير إليك، مو هيك؟ صدقني ما في حدا بيكره لي بالعالم مثل ما أنا بكرهه، بس هو وسخة صغيرة كتير بمنظمة كتير كبيرة، ومعركتي ضدهم كلهم. أنا بقاتل كرمال بلدي، البلدي اللي ولدت فيها، كرمال وجودي وكرمال الناس اللي فقدتهم بالمعسكرات. طبعاً هي هي معركتي. على
على الأقل افهم هالشي. نقيب باتور، شوفك مرة تانية. الفيلم رح يخلص بعد ربع ساعة، لا تحول حياتهم لجحيم. استنى ربع ساعة.